بتمض موسمين على التوالي في على رأس عيد الزرق تشرف على احتفالات مراسم عيد الجلال. كيفاش كانت؟ هي احتفالات في مستوى الحدث، بالعكس كل المدخلين في الاحتفال بالعيد قدموا ما عندهم، وإن شاء الله الاحتفالات هذه ترتبط أولا بإنجاز مشاريع في ولاية مطرة، مشاريع هامة، لأن كما قلت على مستوى الجوي المشاريع كانت من أحسن الولايات اللي أنجزت مشاريع جهوية، إن شاء الله تكون مشاريع وطنية اللي تكون في مستوى ولاية بنزرت. بالمناسبة هذه نوقف الترحم، أهم من كل شيء وقف الترحم على شهدائنا الأبرار، شهدائنا والمقاومين اللي نقول لهم كل خير، مرحبا بهم في ولاية بنزرت، ويزارونا مقاومين من ولاية جابس، وإن شاء الله بنزرت من أحسن إلى أحسن. الثاني جيت قطيع إن شاء الله. دويلي الشهداء معركة الجلاء ما سبتوش في مدينة بنزرت فقط، كذلك سبتوا في مدينة منزل جديد، فما نرى سيد ويلي بنزرت يتحول إلى منزل جديد لابس كمينات ويضع إكليم من الزهور ترحما على الشهداء اللي سبتوا في مدينة منزل جديد. إن شاء الله نوعد ونفيو بالوعد، وإن شاء الله نحطوا باقي الورود إكليم من على صحيح. السيد الوالي انت الوعد نتاعك متاكد منها انك باش تاتي به في اقرب وقت؟ متاكد منها في اقرب وقت، سجلت عندي، وانهم كيما شهداء اللي توفوا في بنزرت، كيما الشهداء اللي توفوا في كامل تراب الجمهوريه، احنا نعزوهم ونعزو اهاليهم ونعزو المقاومين اللي قاوموا الاستعمار والمقاومين اللي ضحاوا من اجل كل شيء في عز تونس، وربي يحيي تونس، وان شاء الله بشبابه، ان شاء الله شبابه يفهموا النضال اللي قاموا به الخيان الكبار لاباني معايا تو موجودين، وان شاء الله نوصلوا نحققوا امنيه كل تونسي، وان شاء الله الشباب الصغير الله ياخذ علينا المشعل ونحققوا كل اماني التوانسه. السيد الوالي السؤال الاخير باختصار، انه الاحتفالات كانت ممتازه جدا، ولكن في الاخير وقع اشكال مع بعض المناضلين من بقيه ولايه الجمهوريه، هو الحقيقه ربما سوء تنسيق، هو الحقيقه ثم سوء تنسيق، ثم سوء تنسيق، ما كانش على علم بالوفد اللي جاء الا في اخر لحظه، وتعرف كل ما هو باش يجي يزور المقبره، هي مقبره هي موقع نتاع وزاره الدفاع وتابع منها واحد، كل ما يزور لازم يكون مسبقا عنده القائمه موجوده في الولايه، وعند ما علمت تو دخلت انا وياهم، وان شاء الله نحترموهم ونحترموا كل مناضلي تراب الجمهوريه، وخاصه المناضلين اللي جاوا من البعيد، ونقدر جيانهم لانهم ما جاوا كان باش يرحموا على الشهداء وباش يتفكروا هاك الايام تاع المقاومه وباش يحيوا الذكرى. الحقيقه انا عجبتني كلمه من احد منهم عند ما خذ الكلمه وقال انا احنا باش نقاوموا الارهاب وباش نهزوا كل شيء ضد مناها الارهاب في تونس، وباش نقاوموا كل اساليب الارهاب، وباش تكون تونس فوق الجميع، وهذا ما يشعروا به مناضلين الكبار اخواننا اللي ما نقولش كبار معناها في الذكاء نتاعهم، ولاحظت عليهم الحق. مرحبا بهم في بنزرت، ومرحبا بنزرت لكل الوافدين عليها، وان شاء الله الشباب يفهم المغزى نتاع العيد هذا، عيد الجلاء، وان شاء الله بنزرت وتونس من احسن الى احسن. شكرا سيدي. حبينا تونس.